بشكل عام خلينا نقول بالنسبة إلى العالم، يعني أنا أتوقع التغيرات البيئية راح تكون لها تأثيرات كبيرة جدا. أنا أتوقع زلزال قوي جدا، لكن راح يضرب مناطق بعيدة، ممكن تكون في أمريكا اللاتينية، وزلزال على درجة عالية، ممكن نشوف مدينة تحت الماء. أتوقع 2024 هي طبعا سنة الحسم، لأن راح ندخل بشباط، يعني تحديدا مباراة 8 شباط راح ندخل بسنة التنين، والتنين يحسم ما بها مجال. حلو. يعني التنين ما يعني الحرب الأوكرانية الروسية أتوقع بها راح تدخل يعني دخلات قوية تؤثر على موسكو من جانب وكييف من جانب ثاني، لكن بالنهاية هي أكو نهاية. يعني هاي السنة أعتقد راح تخصم الحرب الروسية الأوكرانية، السودان راح تنتهي يعني هم تنخصم، لكن أنا ما أتوقع البرهان استمرارية. أتوقع الحرب الغزة إسرائيل كذا أيضا راح تنتهي، يعني أتوقع مصير نتنياهو مصيره مثل مصير شارون، أتوقع مصيره مثل مصير شارون. يعني أتوقع عباس ما راح يستمر بالسلطة. أتوقع على مستوى مصر فتح حزن راح يكون في عالة السيسي. أتوقع أيضا في سوريا راح يكون استدعاء للجيش الاحتياط، وراح تكون حالة الطوارئ في سوريا داخل سوريا، وممكن يكون أيضا حزن لشخصية يعني محبوبة كوميدية، يعني الفن السوري راح يحزن. لبنان أتوقع المطار بيروت راح يكون يعني عليه الأصداء، وراح يغلق لفترات طويلة، وممكن نشوف كثير من الـ يعني الجاليات تغادر بيروت. أتوقع يعني شرارة أو قريبة إلى حرب أهلية داخل بيروت. يعني أتوقع احتمال أجد مغنيين مثلا يغنون أغاني وطنية أو لها علاقة بالتلاحم الوطني أو ما إلى ذلك في بالنسبة إلى لبنان. أتوقع الرئيس القادم إلى لبنان راح يكون من خلفية عسكرية. بالنسبة إلى تونس في فترة معينة راح يكون فيها نوع من الاستقرار، لكن كاريزما الرئيس أعتقد يعني هي كاريزما لا تبشر بالاستمرارية. يعني ممكن نسمع فد خبر إلى علاقة بتونس بتغيير نظام حكم وما إلى ذلك. يعني إيران بالمناسبة أتوقع هذه السنة هي كانت إيران أكثر ما تهدد بإغلاق مضيق هرمز. يعني أنا أتوقع هذه السنة راح يعني التسليط راح ينتقل من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر، يعني راح تنقل بين قوسين بارجات الحربية أو ما ذاك البحر الأحمر. الصين أتوقع أيضا راح تنقل يعني خلينا نقول البارجات العسكرية مالتها من بحر الصين الجنوبي إلى البحر الأحمر. البحر الأحمر هذه السنة أنا أتوقع يعني بحر الأحمر، مضيق باب المندب، هذه المناطق راح تكون مناطق ملتهبة. يعني هذا أقدر أنطيك هذا الصورة العامة خلينا نقول بالنسبة لل أوروبا. أنا أتوقع راح يكون عندهم يعني لما نشوف مثلا ازدياد بالتوتر أو تصعيد التوترات بالمنطقة البحر الأحمر وممكن إغلاق مضيق هرمز وما إلى ذلك، طبعا هذا راح يفتح الباب إلى أو خلينا نقول بمعنى صح راح يزيد من أسعار البترول. فأنا أتوقع هذه السنة راح يكون زيادة بأسعار البترول عالميا، يعني راح توصل في المراحل كلش عالية. بالمقابل الذهب أيضا راح يزداد، الدولار عالميا راح ينخفض، الباون أو الجنيه الاسترليني راح يرتفع. أوروبا راح تعاني أكثر شيء بالجانب الوقود، أكثر شيء يعني الوقود راح يكون جدا غالي. ممكن يعني أنا عندي توقع هذه السنة أو عفوا سنة 2024 راح نشوف يعني مغادرة للجالية العربية بشكل قسري. من بعض الدول، قد يكون فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا. مناسبة بريطانيا هاي السنة داخلة على وباء، وأتوقع خلال يمكن مو أكثر من شهر من الآن تقريبا راح يصير أكو حظر ووباء ممكن يكون جديد، وممكن يكون هو نفس متحور كورونا. بالمناسبة هذه أيضا جايين يعني بالطريق المتحورات وما يعني دا أشوفه هواي بالفعل تعليقات وهواي بوستات تتكلم عن هذا الموضوع أنه أكو متحور جديد من كورونا راح يدخل العراق. مو العراق يعني هو العالم. بالمناسبة متحور كورونا أعتقد سارز يمكن كان موجود هذه السنة أيضا بالعراق وضرب كثير من بالأخص زوار الأربعينية وقتها هواي انصابوا. هو بالفعل رئاسة الوزراء والخاصة أو خاصة اللجنات الخاصة بالصحة تناولوا هذا الموضوع أنه فعلا أكو تجديد لفيروس كورونا. كوريا الشمالية أتوقع رئيس كوريا الشمالية هذه يعني سنة 2024 راح تكون عليه فد أضواء وفد تسليط أضواء معينة، بس أتوقع على ما يعني ما يستمر، يعني احتمال نشوف فد امرأة تبرز في كوريا الشمالية.
بس راح ينجز فد مو مجرد تهديد يعني تنفيذ راح يسبب فد ارباك عالمي بين قوسين. اتوقع روسيا بوتين بالمناسبه برج التنين. نعم. التنين لما تمر يعني الدوره الفلكيه بالنسبه له راح تكون قليل الاضواء، لكن اكو فد نقطه كلش مهمه هذا ايضا موجوده في علم الاسترولوجي الصيني، انه مرات هاي الدوره الفلكيه قد تكون هي ايجابيه بالجانب الحياتي، لكن ممكن ان تخطف روح الشخص مثلا. نعم. يعني احنا ما نتحدث بشكل دقيق على الموت، لكن مثلا الملكه البريطانيه اليزابيث توفت في سنه النمر وهي برج النمر. نعم. فبعض يعني بعض الوجوه خلينا نقول يعني هي السنه الفلكيه الصينيه اما تكون ازدهار كبير جدا، اما حالات الوفاه احنا ما ندخلها بالامور، يعني قد يكون وفاتها ايضا بصالح مثلا. نعم. لكن بشكل عام هو اذا يعني هذه السنه ما كان اكو حاله من خلينا نقول الاختيال او ما الى ذلك، فهو من الوجوه اللي راح تكون بارزه جدا هو برج التنين. نعم. يعني على مستوى العالم. طب بالبرج التنين اللي هو الصيني. صيني. بابراجنا يا هو الميزان. هو الميزان. الميزان. مو برج صاعد. اوكي. يعني من ناحيه صاعده. اي خليني اقول هاي الحاله العامه. نعم. يعني اكو نقطه هماتين مهمه، يعني راح نشوف بفتره بدايات السنه طبعا راح يدخل كوكب بلوتو. نعم. الى مجموعه الدلو الهوائيه. بلوتو لما يدخل بالدلو يضرب كل القيم والمفاهيم الدينيه والفلسفيه. اوف. يهدم ويبني من جديد، ولهذا راح نشوف مفاهيم دينيه غريبه علينا ما سامعينها، راح نشوف تفسيرات للقران جديده يعني. يعني نعم. احنا معتادين على فالتفسيرات، لا راح تجينا حركات، لا مو هذا التفسير، هذا التفسير راح يكون. نعم. راح تتغير المفاهيم. انا عندي توقع منزله اسمه يعني بهذا النص الفاتحه على الحجاب. نعم. الفاتحه على الحجاب يعني ممكن نشوف مثلا حجاب، لكن هي لابسه الحجاب لابسه سترج بنفس الوقت مثلا، او لابسه. نعم. الحجاب وده ترقص. نعم. المفاهيم الدينيه مع مرور الوقت راح يصير اكو تغيير عليها، او بمعنى صح هو قتل المفهوم الديني المعتادين عليه احنا. نعم. الرؤية العالمية إلى بعد فد 10 سنوات هو خلينا نقول حكومة واحدة تحكم العالم، سياسة واحدة تؤثر على العالم. نعم. العملات الورقية وما إلى ذلك والمعدنية ما موجودة بعد، راح تكون كلها رقمية. أنا أتوقع هذه السنة راح تدخل عملة رقمية قوية جدا بالأسواق، يعني. نعم. تتجاوز البيتكوين وغيرها وغيرها، وبالتالي راح يكون لها صدى كلش كبير. فالعالم دي ينتقل نحو شنو؟ نحو الأمور الرقمية أكثر شيء. نعم. بالتالي وطبعا إضافة إلى هذا، الهدف الأساسي هو قتل وحدة الأسرة، يعني. بعد ماكو شيء اسمه الأسرة الموحدة والأقارب وكذا. من زمان احنا لا لاحظناه، بعد أكثر وأكثر راح يصير. راح نشوف أكثر. لأنه من لأنه بمجرد وجود حظر مثلا، حظر للتجول بسبب فيروس أو ما إلى ذلك، احنا شنو؟ احنا ابتعدنا عن الناس. نعم. ابتعدنا عن الآخرين، صار شنو هو الأقرب شيء لنا؟ الأهل. لا الأقرب شيء هو الموبايل. الموبايل أكيد. نعم. فالموبايل بحد ذاته هو يأثر بشكل سلبي أيضا على الدماغ، يعني مثل ما ينطش معلومات معينة، طبعا معلومات متشعبة إيجابية على سلبية على خربطة على يعني بالتالي هو ايضا يأثر على الدماغ، يبعد الانسان عن خلينا نقول الحاله الصحيه الصحيحه. ولهذا ما نتفاجئ هذه السنه لما نشوف يعني قد يكونون اعلاميين او قد يكونون ممثلين او قد يكونون مشاهير او قد يكونون سياسيين او كذا بمقتبل العمر، صغار راسا يوقع يموت ما تعرفين شنو السبب، باسباب معينه. طبعا هذا كله نتيجه شنو؟ الضغوطات والستريس والوضع العام.